بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن دين الحق وانتشار الإسلام. طبعا تكلمت كثير عن انتشار الإسلام في الدروس السابقة. نقول أحدث إحصائية غربية عن انتشار الإسلام أن الدين الإسلامي هو الأسرع انتشارا بين جميع الأديان، وهو الدين الوحيد الذي يتمسك به أتباعه بشكل عجيب. في عام 2030 إن شاء الله سيشكل المسلمون أكثر من 2200 مليون من عدد سكان العالم، وهو منتشر في جميع الدول تقريبا، وينمو بشكل كبير خاصة في فرنسا وأمريكا وكندا وأستراليا وأوروبا. ولأن هذه الحقيقة علمية طبعا نراها بلغة الأرقام اليوم، ولكن القرآن ذكرها قبل 14 قرنا في القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. سورة التوبة آية 33. فلو كان القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف علم بأن الإسلام سينتشر بهذا الشكل الكبير؟ إن هذه الآية لتشهد على أن القرآن كلام الله تعالى، والله أعلم.